أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لكثير من الصحابة الذين وقعوا في معركة الجمل بالجنة. هذا عام، ما يشمل أهل الجمل، ما يشمل أهل الجمل. وقلنا لكم أن الحرب التي وقعت في وقعة الجمل ليست باختيار الفريقين، وإنما الذي شبه هم أهل الفتنة الذين قتلوا عثمان، هم الذين شبوا القتال في الجمل دون اختيار من الطائفتين أو رضا من الطائفتين، فالإثم عليهم والعياذ بالله. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد